يبقى معنا من جناح تبوك في مهرجان الجنادرية مراسل العربية عبد المحسن الحربي. أهلا يا عبد المحسن، ماذا لديك في جناح تبوك اليوم؟ هلا خالد، احنا اليوم في جناح تبوك مجهزين لكم ومجهزين لك فقرة طربية حيمتعونا فيها فرقة العجل من منطقة تبوك. خليهم يتفضلون. ماسك نفسي ترى عشان ما بس الله يخليك. هذه المنطقة قرية تبوك التراثية تم بنائها في 3 أشهر، يعني قبل 3 أشهر وانت في هذا المكان لا ترى شيء سوى مكان خالي، لما استلمتها إمارة منطقة تبوك وقامت بعمل ايش الأقسام في القرية وعمل الـ 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 في كم قسم. القسم اللي كما تعلم أنه تبوك عبارة عن صحاري وبحار، فبالتالي هم كرسوا هذه الطبيعتين الجغرافيتين في أكثر من مبنى. نحن هنا في سوق الكعك الشعبية قدامك. أكاد يعني على اليسار. طيب يبغى الكعك خالد، احنا رايحين يمكن ساتلا بالخير. كعك التبوكي أول مرة نسمع عنه، إيش هو؟ تبوك قديم حديث، كان أول هذا الحلا عندهم، يعني كانت أول أمهاتنا جداتنا يسوون الحلا من مكونات البيت، يسوونه من مكونات البيت عندهم، فهو مكوناته كلها طبيعية. لازم جرب يا عبد المحسن. دقيق مشهور عند أهل تبوك؟ مشهور قديما. أيوة شكله طيب. هو دقيق حبة البركة ويانسون وسمسم وحليب وكركم وسكر، فهو جدا يعني مميز بطعمه ومميز كمان مكوناته. سلام. يا خالد عشاني ما دفعت شيء قبل أمس تبغاني أدفع 15 ريال هنا؟ طيب بلاش. احنا الحين نبي نروح لمنطقة ثانية، تحنيط الكائنات البحرية. هذا يعني قسم ما شفناه في الجنادرية إلا في تبوك، حاجة فريدة يعني ما تعرفت الكعك في أي قسم ثاني أو جناح ثاني من جناح. رهيب مرة. يبالك جرب. زين ما قلت إنجليش كيك. مساك الله بالخير يا عم. عرفنا على الحاجة الغريبة اللي انت قاعد تسويها. صراحة انا بالنسبة لي اول مرة اشوف حاجة زي كذا. حاجة غريبة. هذا علم اسمه علم التحنيط، يدرس في الجامعات والمتوسطة والثانوية، وهو عبارة عن مواد تستخدم في التحنيط، هي الفورمالين والملح البوركس والملح العادي وبودرة الاطفال. واحنا جينا هنا للجنادرية في منطقة تبوك لتحنيط الاستكوزا وسمكة أبو صندوق والسفالة البحرية، والسمكة هذه طولها متر 70 سنتي وانتم تحنيطها اسمها أبو سيف.
زي ما انت شايف هذه الاصداف كلها اجسام لسمك تم تحنيط. كانت بحريه قام بتحنيطها ولله الحمد. خالد الرائحه هنا رائحه سمك، يعني تحس انك داخل مطعم لكن تلقى مجرد كائنات بحريه بدون اجساد. هذا هو مختصر هذا القسم. في هنا حاجه مشهوره فيها منطقه تبوك مع السيده نهله، عرفينا على الصناعه اليدويه اللي انت تعملين عليها. أنا أعمل على صناعة النسيج اللي هو السدو والنسيج المعطوف والسجد والنسيج الوبري. هي عملت منها يعني اللي هي المعلقات. أنا مدربة حاصلة على المركز الأول. طيب إيش الأشياء اللي تشتهر فيها تبوك في هذه في هذا الجانب؟ تبوك طبعاً تشتهر بالسدو القديم اللي هو من الصوف، طبعا صوف الخرفان النعاج اندثرت تقريبا شوي هذه، بس احنا طورناها يعني الحين الحمد لله صرنا نسعى على ان نطورها اكثر. طيب. اكثر ونعلم الجيل الجديد يعني فيها. في اقبال كبير انا اشوف يعني في جناح خالد زي ما شفت الناس كل صحيح. على كل حال انا خليك تكمل جولتك في تبوك. الناس مستمتعه جدا والاجواء رائعه، واعتقد كمان الاجواء زي ما قلت رائعه. بس قل لي بكره ان شاء الله فين حتاخذنا، في اي جناح؟ انت خلي ان شاء الله في المنطقه الشرقيه، بيكون هوانا شرقي ان شاء الله. ان شاء الله يسلم. وانت خليتني اكل الكيك وشكلي بدفع 300 ريال حقت الايام اللي راحت. عوافي عوافي يا عبد المحسن، عوافي يا سيدي. شكرا جزيلا لك عبد المحسن الحربي من مهرجان. الله يعافيك الله يعافيك.